أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الجولة على أبرز الصحف الصادرة لهذا اليوم. قبل أن أبدأ معكم دعونا نتوقف مع أبرز ما عنوانته هذه الصحف. في الوطن السعودية نقرأ: وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا يؤكدان أن رحيل الأسد هو الحل الوحيد لبدء العمل على إنهاء الأزمة السورية. أما صحيفة العرب اللندنية فتناولت موضوع التحضيرات لمؤتمر جنيف 2 على قدم وساق، وبان كي مون والإبراهيمي يلتقيان اليوم في باريس. أيضا نقرأ لكم من نيويورك تايمز: طائرات بدون طيار أمريكية لضرب النصرة وداعش في سوريا. أما الحقيقة فهي غير ذلك. هي هذه هي أبرز العناوين. دعوني أبدأ معكم مع طبعا الصحف وصحيفة الوطن السعودية التي عرجت اليوم في افتتاحيتها على تصريحات وزير خارجية بريطانيا ويليام هيغ في البحرين، والذي دعا فيها إلى أن يكون مطلع عام 2014 بداية لحل الأزمة السورية. تأتي كلمة وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ التي ألقاها في البحرين أول من أمس، مشيرا بها إلى احتمال تفتيت سوريا إذا استمرت الحرب الدائرة فيها، ومنبها إلى أن ذلك يهدد المنطقة لتعيد مكان الدول المنطقة وفي مقدمتها المملكة تحذر منه منذ بدء النزاع، وقبل أن تتطور الأمور إلى ما هي عليه اليوم بوجود جماعات تسيطر على مناطق وتعلن دولا داخل الدولة. تلك التحذيرات لم يكترثها العالم آنذاك، حتى باتت المخاوف تقترب من أن تكون حقيقة. والتفتيت كان في وقت من الأوقات وربما ما زال أحد السيناريوهات التي خطط لها النظام ليضمن استمراره، ولذلك السبب استعان بالميليشيات الطائفية المسلحة من حزب الله والعراق وإيران. وأما تصريحات وزير إعلام النظام قبل أيام بأن الأسد سوف يقود المرحلة الانتقالية في سوريا فهي لا تتجاوز كونها حركة جديدة من النظام لتعطيل إقامة مؤتمر جنيف 2، فالنظام يدرك أن أحدا لن يقبل بهذا الخيار، وبالتالي فهو يسعى للضغط إعلاميا على المعارضة كي ترفض حضور المؤتمر وتحضره المعارضة الموالية التي عدها النظام للتفاوض معه. دعوة وزير الخارجية البريطاني إلى أن يكون العام 2014 هو عام حل للأزمة السورية إيجابيا إن اقترنت بالبنية الصادقة لفعل ذلك، مع الاتفاق بين الدول الكبرى على أن يكون الحل في مطلع العام وليس التمطيط والتأجيل والتسويف حتى ينتهي العام، ولا يحدث شيئا لإنقاذ الشعب السوري من المعاناة التي يمر بها، فيعود المهجرون وتبدأ مرحلة البناء وإعمار ما خربه نظام بشار الأسد. ننتقل الآن إلى صحيفة العرب اللندنية التي تناولت اجتماع الأخضر الإبراهيمي مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، والذي ربط بدوره الدعوة إلى مؤتمر جنيف 2 بما سينتج عنه اجتماع جنيف 20 من الشهر الحالي بينهما وبين ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا والدول الأخرى في مجلس الأمن الدولي. بحسب الصحيفة فقد قال بان كي مون أن مسار عملية جنيف ليس سهلا، وهناك إشكالية في دعوة المعارضة السورية وحاجتها لتتوافر لها مقاربة منسجمة بالنظر إلى تشتت صفوفها من جهة وعدم وضوح الرؤية من جهة أخرى، طبعا لجهة الأطراف التي يفترض أن يتكون منها وفد موحد. كما أضاف أمين عام الأمم المتحدة عول أمين عام الأمم المتحدة على اجتماع 20 الجاري من أجل اتضاح الرؤية، وبعدها سنرسل الدعوات قبل نهاية الشهر الحالي. ورد بان كي مون على طروحات النظام السوري الذي يؤكد أنه ليس مستعدا لتسليم السلطة للمعارضة في المؤتمر، بقوله أن الغرض من الاجتماع المرتقب هو إيجاد سلطة انتقالية تعود إليها كل الصلاحيات التنفيذية وفق بيان جنيف 1. أما فيما يخص الملف الكيماوي فقد اعتبر بان كي مون أن الأمور تسير بشكل إيجابي وأن المرحلتين الأولى والثانية جرت بشكل مرضٍ. في صحيفة الشرق الأوسط مقال للكاتب فايز سارة تحدث فيه عن دور الدول الخارجية في احتدام الصراع في سوريا وتحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات. ليس من باب الاكتشاف القول إن الأمريكيين بين الأكثر قلقا من نمو التطرف في سوريا، وهو أمر أكدته إحدى كبرى الصحف الأمريكية مؤخرا في عنوان مثير، مشيرة إلى أن المجموعات الجهادية تربح على الأرض في اضطرابات الشرق الأوسط، وهو عنوان لا يكشف القلق الأمريكي فقط، إنما يؤكد حقيقة صعود التطرف الجهادي في بلد يقارب 3 سنوات من حرب يشنها نظام مستبد ودموي على السوريين، أمعن فيهم خلالها قتلا وجرحا واعتقالا وتهجيرا، إضافة إلى تدمير ممتلكاتهم وإمكاناتهم الفردية والمجتمعية.
لقد بدأ واضحا منذ انطلاق الثورة على النظام ولجوء الأخير إلى العنف العاري ضد السوريين، بروز مخاوف جدية من جانب المعارضة من أن عنف النظام وإرهابه سوف يقود البلاد إلى حمام من الدم والدمار، وأن استمراره بالتزامن مع انفلات أمني سيؤدي إلى نمو التطرف، سواء جاء عبر تسلل لجماعات أو أفراد من الجهاديين إلى الداخل، أو نتيجة نمو التطرف بأنويته المحلية التي لم تجد لها فرصة للظهور والتمدد في مراحل سابقة نتيجة البيئة السورية المعارضة للتطرف، أو بسبب القمع السلطوي لتلك الأنوية وتوجهاتها، غير أنه وبفعل استمرار حرب النظام على السوريين ومع توجه النظام إلى تشجيع التسلح والعسكرة في البلاد، تحول الصراع إلى صراع مسلح بين النظام والمعارضة، مما أفسح المجال لظهور تشكيلات مسلحة بدأ جهاديون يتسللون إليها، وبعضهم أخذ يؤسس أنوية لتنظيمات تخصهم. نبقى في صحيفة الشرق الأوسط، ومقال الكاتبة أمل عبد العزيز الهزاني تساءلت فيه عن طبيعة المرحلة الجديدة التي ستبدأ بعد انتهاء فترة 6 أشهر المعطاة لإيران، وأيضا عن نتائجها على المنطقة العربية. خلال 3 أشهر مضت، استطاعت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقف تهديد أبرز ترسانات سلاح الدمار الشامل في المنطقة العربية كيماوي سوريا ونووي إيران، وبذلك يكون أوباما حقق لإسرائيل أمنا استراتيجيا لم يسبق له مثيل ولم يقدمه رئيس أمريكي آخر، وستعيش بسببه إسرائيل آمنة مطمئنة لا يرف لها جفت. لا يغرنكم صراخ نتنياهو وغضبه حيال الاتفاق النووي الأخير، فمثلما للفرح دموع له غضب، وربما لولا الحياء لبعث برسالة شكر وتقدير لرئيس النظام بشار الأسد وإلى المرشد الإيراني علي خامنئي على هذه الهدية التي لم تصلها أحلامه ولا أحلام سابقه من رؤساء الحكومات. أضف لذلك واقع الجيوش العربية السورية والعراقية التي لم تعد شيئا مذكورة، فضلا عن أن إدارة أوباما أشغلت الجيش المصري بمعارك سيناء حينما أخرجت الإخوان المسلمين من خلف الستار ومكنتهم من السلطة. هناك حقيقتان على الأرض فرضتا بنود الاتفاق النووي بين دول 5+1، أولهما أن حصول إيران على قنبلة نووية بات أمرا وشيكا. الحقيقة الثانية أن إيران هيئت نفسها لهذا الاتفاق منذ اختيار حسن روحاني رئيسا من قبل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، ومع ذلك الاتفاق يؤكد أن الغرب وإدارة الرئيس أوباما تحديدا لا يزالون يعولون على الإسلام السياسي لاستقرار مصالحهم في المنطقة العربية. ولكن ماذا إن نجحت الإيران في طمأنة الغرب وتخطت الاختبار برضوخها لكل الشروط وتنفيذها لكل الالتزامات؟ ما الذي ينتظر المنطقة العربية؟ في جولة على الصحف الأمريكية نطالع من صحيفة نيويورك تايمز عن مجموعات إرهابية في سوريا التي بدأت تثير مخاوف مسؤولي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الأمريكيين من أن الإسلاميين المتحالفين مع القاعدة في سوريا قد يهددون أمن إسرائيل وأوروبا بعد تزايد قوة القاعدة في كل من مالي وليبيا واليمن. ذكرت الصحيفة أن الخلافات الداخلية بين المجموعات المسلحة تخفف من التهديد الذي تمثله، ولكن هناك خوفا قائما من تحالف هذه المجموعات، خاصة بعد أن أرسل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري مبعوثا وهو أبو خالد السوري لتسوية الخلافات بين فصيلين رئيسيين هما جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أي داعش. ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الأمريكيين بأن الفوضى العارمة في سوريا تجبر إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على التحرك لوقف التهديد الذي تمثله بعض الجماعات، لكن ضرب الجهاديين في سوريا بطائرات بلا طيار يواجه عقبات سياسية وعسكرية وقانونية كبيرة، وسيأتي بالفائدة على قوات النظام المطلوب سقوطها. الآن ينضم إلي هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي دريد البيك والحديث معه أكثر وتحليل أبرز المقالات التي وردت اليوم. أهلا بك أستاذ دريد معنا في صحافة اليوم. يعني اليوم الحديث عن طبعا الاجتماع المرتقب اليوم بين الإبراهيمي وبانكيمون للبحث في موضوع مؤتمر جنيف 2، برأيك عن ماذا ممكن أن يدور هذا الاجتماع اليوم؟ بان كي مون كان واضحا تماما بالأمس حينما قال بأن السلطة التي ستشكل في سوريا الحكومة المؤقتة أو الحكومة الانتقالية بالأحرى ستكون سلطتها كاملة على كل التراب السوري وعلى كل القضايا السورية بما فيها الجيش والأمن.
يعني أنه متناقض أيضا مع تصريح سبق قبل يومين من ممثلة أو المتحدثة باسم الإبراهيمي الذي قال بأن على كل الأطراف أن تأتي إلى جنيف بدون شروط مسبقة، وبالتالي فأعتقد أن هذا الاجتماع هو من أجل تنسيق مواقف المبعوث الدولي العربي مع المنظمة الدولية التي أوفدته والتي تدفع له يعني تكاليف هذه العملية، وأعتقد بأنه سيتلقى الأوامر إذا كان بان كي مون قادرا على إصدار مثل هذه الأوامر، وإذا كان يعني سنكتشف لاحقا بأنه الإبراهيمي لا يأتمر من قبل روسيا أو 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 أمريكا. يعني بالواقع أننا سنشهد بعد هذا الاجتماع، أو بالأحرى سنتعرف بعد هذا الاجتماع على ما هو الموقف الذي سيتبناه الإبراهيمي من الآن فصاعدا. بحسب صحيفة العرب اللندنية، ربط بان كي مون دعوة مؤتمر جنيف 2 بما سينتج عنه اجتماع جنيف المرتقب ب20 من الشهر الحالي، واللي هو طبعا بينه وبين ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وبعض الدول الأخرى. برأيك لماذا هذا الربط بين هذا الاجتماع والدعوة لحضور المؤتمر؟ بالواقع يعني المؤتمر وإن كان صدر إعلانات بأن الدعوة له ستكون في 22 من الشهر، إلا أنه هذه الدعوة بالواقع أنه حتى الآن غير واقعية، والتي قال عنها والتي يعني ضرب فيها مسمار في كفنها الإبراهيمي نفسه عندما قال بأن جنيف مزدحمة في هذا التوقيت. وبالتالي فإن فصولا قادمة ستكون سنشهدها بالتأكيد من أجل ترجمة نوع من الاتفاق المبدئي. الحقيقة العقبة الأهم هي كيف سيكون الائتلاف ممثلا لكل أطياف المعارضة، وكيف ستكون الحكومة، وما هو يعني الحكومة بمعنى النظام عفوا، وما هو ما هو ما هي طريقة اتخاذ القرارات النهائية المصيرية. طيب هو هل ستكون هنالك إرادة دولية لتثبيت حكومة انتقالية وفقط، يعني نذهب إلى جنيف فقط من أجل أن نضع الأسماء، تسعة من هون تسعة من هون كما قيل؟ طيب هو بالفعل يعني حسب الصحيفة بتصريحه ذكر أنه هناك إشكالية بدعوة المعارضة ويعني تشكيل وفد موحد لها، أيضا تحدث أنه مسار معقد جدا للمؤتمر. برأيك غير موضوع المعارضة وغير موضوع تركيز أو إصرار النظام على أنه هو رايح أو ذاهب إلى المؤتمر ليس من أجل تسليم الحكومة أو تسليم البلد، بل للانتقال إلى مرحلة انتقالية، على ماذا استند بان كي مون عندما قال انه مسار العمليه معقده جدا؟ هل هناك مواضيع اخرى ربما يعني تدخل الدول الاخرى في سوريا؟ يا سيدتي، الحكم النظام في سوريا يريد لهذا المؤتمر ان يذهب الى جنيف ويتفق الفرقاء، يعني الائتلاف وكذلك هو يتفق على حرب الإرهاب، ويستمر الجيش ويستمر النظام في ضرب مدن السورية على أساس أنها بالاتفاق من أجل أن نتخلص من الإرهاب الذي انتشر في سوريا. وهنالك أقلام كثيرة تساعد النظام في أمريكا، وهي أقلام مأجورة، يعني ليست أقلام حقيقة بريئة، هي أقلام مأجورة. كل المقالات التي نقرأها عن انتشار القاعدة وعن يعني عن ضرورة الاتفاق مع الأسد من أجل محاربة القاعدة وإلى آخره، هذه أقلام الحقيقة يدفع لها النظام. هنالك شركات علاقات عامة كبيرة تولت الدفاع عن النظام. أنا يعني يمكنني أن أتحدث عن أسماء، ويمكنني أن أتحدث عن أشخاص حقيقة متورطون في هذه اللعبة من أجل تقديم النظام مرة أخرى، من أجل إعادة تعويم النظام مرة أخرى. بالواقع هذا الأمر أيضا يعني هو هم موجود على الساحة على بالمنطقة الدولي، ولكن هم المعارضة هم الائتلاف بأنه يرى سوريا وقد تخلصت أو ستتخلص خلال 6 أشهر أو سنة من حكم اسمه حكم بشار الأسد، وقد
قال رئيس وزير الخارجية البريطاني بالأمس، وقد قال بان كي مون بالأمس أيضا بأنه لا يمكن تصور حكم مستمر في بشار الأسد، وأن الحكومة الانتقالية هي من أجل التخلص من حكم بشار الأسد. طيب. أيضا يعني ذكر أنه 20 من شهر الحالي سوف توجه الدعوات لحضور مؤتمر جنيف 2. برأيك يعني من هي أبرز الدول التي سيتم دعوتها أستاذ دريد؟ يعني بالواقع السعودية قررت أنه ما تحضر، ما أدري إذا كان بتغير هذا الموقف خلال أيام، لكن لا يمكن أن يتغير الموقف السعودي إلا بناء على تطمينات وعود واضحة وصريحة من القطبين اللذين سيدعوان الاجتماع. بالواقع أن السعودية ودول الخليج يعني بوقوفها مع الشعب السوري الذي أبيد، لا يمكن أن تتصور بطريقة من الطرق أن هذا الرجل يمكن أن يستمر بالحكم ولو للحظة واحدة بعد الاتفاق على الحكومة الانتقالية. نعم. طيب دعني أذهب معك إلى موضوع أيضا في الداخل السوري على أرض أرض المعركة. هناك يعني أقلام تحدثت إنه الصراع الدائر منذ أكثر من سنتين ونصف بين النظام والمعارضة أفسح المجال للكثير من إذا فينا نقول يعني أفسح المجال ظهور تشكيلات مسلحة جديدة وجهاديين بدأوا يتسللوا ويدخلوا على أرض سوريا لتصفية حسابات خاصة فيهم. حول هذا الموضوع ذكرت صحيفة نيويورك تايمز استاذ دوريد بأنه هذه المجموعات تشكل خطر أو بدأت تثير مخاوف أوباما، وتحدث عن إمكانية ضرب ربما طائرات بدون طيار لهذه يعني أنا قد أستغرب شهية أوباما على الضرب، لأنه يعني عندما كان هنالك من يستأهل الضرب حقيقة، عندما كان هنالك من قتل بالكيماوي الخط الأحمر الذي وطعه أوباما بنفسه، لكنه لعقه عندما سمع بأن النظام يمكن أن يتخلى عن سلاح الكيماوي، وما زلنا في مسرحية تخلي النظام عن السلاح الكيماوي. أعتقد بأن أوباما يمكن نعم أن يعني يفرد عضلاته الرجولية على مجموعة قتالية هنا وهناك. هذه المجموعة القتالية لم يصنعها إلا تخاذل المجتمع الدولي. المسؤول عن وجودها على التراب السوري هو تخاذل المجتمع الدولي عن نصرة السوريين. السوريون يرحبون بكل من يستطيع أن يجهز على هذا النظام، وكل من يستطيع أن يساعدهم في تخليصه من هذا النظام وبعد ذلك لكل حادث. ولكن كما نعلم أستاذ دوريد يعني أمريكا مصالحها تأتي قبل كل شيء، وهي فعلا أبدت مخاوفها من هذه الجماعات المسلحة، وكما نعلم يعني الجماعات المسلحة تثير مخاوف سوريا، تثير مخاوف أوباما وإسرائيل أكثر ربما من النظام واستخدامه للأسلحة الكيماوية وأن تقوم بضرب عسكرية. ولكن هناك الموضوع اللي تحدث عنه الاستخبارات الأمريكية تحديد المناطق التي في حال تمت الضربة بدون طائرات يعني بدون طيار لهذه الجماعات. برأيك هل فعلا يعني ممكن أن تكون هذه خدعة لاستهداف جماعة معينة على حساب جماعة أخرى؟ لا شك يعني أنه أمريكا قد يعني أوضحت وكانت واضحة تماما في سياستها، هي تعتبر دولة العراق والشام الإسلامية داعش هي دولة، هي منظمة إرهابية تابعة للقاعدة، وتعتبر النصرة أيضا التي قوامها أكثر من 80% أو 90% سوريين تعتبرها أيضا منظمة إرهابية، وقد تعتبر فيما بعد الجبهة الإسلامية وجيش الإسلام وغيرها من التشكيلات التي تحارب الأسد إرهابيين أيضا. نحن كسوريون لا يمكننا الاعتماد دائما على التصنيفات الأمريكية لهذه المنظمات. نحن كسوريون فيصلنا الوحيد هو من هي المجموعة التي تحارب النظام وتساعد في إسقاطه، ومن هي المجموعة التي يمكن أن تكون إحدى فصائل النظام المندسة في المعارضة، وبالتالي هذا هو الحكم بالنسبة للسوريين. آخر سؤال معنا بهذا المحور أستاذ، بدي أتحدث معك عن ما ورد في الوطن السعودي في الافتتاحية. طبعا تحدثت عن تصريحات وزير خارجية بريطانيا ويليام هيك في البحرين، واللي تحدث عن ضرورة انتقال السلطة وبداية سلطة جديدة ونظام جديد في سوريا مطلع 2014. هل ممكن هذا؟
في ظل هذه التعقيدات الحاصلة حاليا؟ يعني الإطار الزمني أرجو أن يعني لا تلزميني به، لأن الزمن لا يعني شيئا بالنسبة للثورة السورية. ثلاث سنوات مرت، كان فيها الزمن أثمن من ذلك بكثير. كان الزمن فيها يعني أننا سنوفر على الأقل 6,000 إلى 10,000 ضحية بالشهر. وتم إعطاء الزمن الذي يشاءه الأسد من أجل القتل والتدمير. الواقع أنه يعني ويليام هيغ كلمته صحيحة، وأنا أشرت إليها في معرض إجابتي على السؤال السابق، بأنه يعني وزير الخارجية البريطاني وغيره من السياسيين لا يمكن أن يعني يتوقعوا أن هنالك حل الأزمة السورية إذا استمر بشار الأسد في الحكم. هذا لا يعني إملاء، لا يعني إملاء من طرف أو بآخر، إنه يعني فقط بأنه المعقول الصحيح الواقعي أن يكون بشار الأسد خارج منظومة الحكم. أستاذ دريد، يعني اسمح لي أن أذهب إلى فاصل وبعدها أعود وأتابع معك ما تبقى من صحافة. أهلا بك. علينا أن نعود باتجاه الخلف على الأقل قرن ونصف. We have been very clear to the Assad regime that a red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. يحتوي هذا الصاروخ على مواد كيماوية. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. How they were used, when they were used, who used them. إننا أمة لو جهنم صبت على رأسنا واقفة. قوات الدولية وبعضهم أمريكيون ذهبوا في هذا الاتجاه، وقد استندوا على جملة من المؤشرات من ضمنها تركيز تواجد القوى الأمريكية في المحيط الهادي. حوالي 60% من القوة البحرية. الواقع أن ثمة خللا ما في هذا التصور تكشفه حقيقة الاهتمام الدبلوماسي الأمريكي بالمنطقة، إذ أنه وحتى اللحظة لا تزال أغلب موارد الخارجية الأمريكية ووقتها تصرفها على شؤون المنطقة وقضاياها، من المسألة السورية إلى قضية مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وما بينهما، العلاقات مع السعودية ومصر وإيران. إضافة لذلك، ليس بإمكان واشنطن البقاء في مكانة الدولة العظمى الأكبر في العالم وممارسة سياسة الانكفاء تجاه منطقة حيوية ومهمة في العالم. إضافة لذلك أيضا، فإن الشرق الأوسط لم تتغير وظيفته الجيوستراتيجية ولم يغادر مكانه بوصفه ميدانا يتوسط العالم ويؤثر على أمنه ومستقبله، وأن القوى التي تتواجد به تستطيع التحكم بضبط تطورات عالمية كثيرة. لا يمكن وصف هذه السياسة بالانسحاب، إذ لا يبدو أن الانسحاب يأتي لمصلحة طرف معين، فلا روسيا الغارقة بمشاكلها لديها القدرة على إدارة مناطق مأزومة، ولا إيران المنهكة والمتعبة قادرة على الاستفادة من هذا الانسحاب في ظل انتصاب حرب طائفية كفيلة بتدمير كل الفائض الإيراني. ننتقل الآن إلى قراءة في الصحف عن الشأن اللبناني. فصحيفة الجمهورية قالت: إذا كان الشعب اللبناني ليس هو من سيختار الرئيس المقبل بل ممثلوه في الندوة النيابية، فالسؤال المطروح هو من سيختار النواب للرئاسة، أو أن معظمهم سينكفئ عن تأمين النصاب، وهل ستكون الكفاية السياسية ووضوح الموقف والرؤية لدى المرشح هو المعيار للاختيار؟ نتابع.
صحيح أن في سلة بكركي أسماء مرشحين للرئاسة تداولتها الوسائل الإعلامية، منها من كان ولم يزل صديقا للوصاية السورية على لبنان التي نكلت به أرضا وشعبا ومؤسسات وانتهكت كل خصوصياته واستباحت فئاته وأحزابه التي عارضتها وهجرت من هجرت واعتقلت من اعتقلت ونفت من نفت. هل سينكفئ النواب عن تأمين النصاب؟ كذلك يوجد بين المرشحين من يقف على الحياد من هذه الوصاية وعدوانها السابق والمستمر على لبنان اقتناعا منه بأنه يمكن أن يرضي الأطراف المتخاصمة فيشكل نقطة التقاء بينهم ويمرر نفسه من داخلها فينجح في الوصول إلى سدة الرئاسة ويتربع على كرسي بعبدة، ولو لم يشكل درعا حاميا للرئاسة وللبنان واللبنانيين معا، ليس إلا لكونه يعتقد أن من يشغل هذا الكرسي سيؤمن استمرارا لهذا الموقع وتتويجا لحياته السياسية والمهنية أو حتى لبطالته السياسية المقنعة. ويوجد بين المرشحين أيضا من عارض ولم يزل الوصاية السورية معارضة شديدة في ساحات المعارك، فحمل السلاح ضدها وعارضها حتى في سجنه أو في منفاه، وعارضها حتى بعد انسحابه من لبنان طالما بقيت تتدخل في الشؤون اللبنانية وبغض النظر عن طبيعة هذا التدخل. أما الأخطر بين هؤلاء المرشحين فهو الذي عارضها في الأمس ويبرر عدوانها على لبنان اليوم ويبرر مفهوم الدكتاتورية بحجج لا يستخدمها إلا الدكتاتوريون أنفسهم وأهمها حماية الأقليات. نبقى في الشأن اللبناني وصحيفة المستقبل اللبنانية التي وجهت مقالة الافتتاحي اليوم للقيادي في حزب الله نبيل قاووق قائلة أن استهداف حزبكم المتواصل لأكثرية اللبنانيين والسوريين هو خطأ وجودي ارتكبتموه، فعلام المكابرة والتمادي في الخطأ. لم يجد الشيخ نبيل قاووق ما يقوله لموجة الاستفسار المتعاظمة في البيئة الأهلية الحاضنة لحزبه وغير المقتنعة بالسردية الرسمية لقيادة هذا الحزب بخصوص اغتيال حسان اللقيس غير العودة إلى معزوفة تخوين وتوعد وتهديد قوى 14 من آذار. وما كاد اللبنانيون يستفقون على استذكار حزب الله للصراع مع إسرائيل وقد بدأت تتأكله النوستالجيا حتى تظهر لهم أن قادة هذا الحزب ما عاد بإمكانهم توجيه أي تهمة لإسرائيل إلا بشكل فولكلوري وعرضي، فيما جوهر الصراع صار عندهم في مكان آخر، صراع من أجل الهيمنة ووضع اليد على البلد وفرض معادلة العسف والقهر والظلام على سائر المجموعات الأخرى وعلى جميع اللبنانيين. لقد سمح قاووق لنفسه بهذا الشطط فقال عانيا الآذريين بأن استهدافهم المتواصل للمقاومة يشجع إسرائيل على إرهابها وجرائمها ضد لبنان. لا يا شيخ، إن الشقاق الأهلي وسياسة الكيد والتغلب التي يمارسها حزبك ضد اللبنانيين وتسخيره بندقيته لتسعير الفتنة المذهبية في بر الشام ولنصرة نظام دموي شمولي ضد شعبه الثائر وتفاخره بأنه في غنى عن إجماع وطني هو الذي يجعل منعته منقوصة المناعة، تستبيح دماء السوريين وتراكم مواقف ضبط النفس مع إسرائيل. فيا شيخ قاووق ويا كل مسؤول في حزب الله، وفيما أنتم تضطرون للاعتذار عن مغامراتكم وشطحاتكم هنا وهناك في المنطقة، أليس من الأجدى أن تتحلوا بجرأة الاعتذار لشركائكم في الوطن الذين سبق وأن حذروكم المرة تلو المرة مما أنتم ذاهبون إليه؟ نذهب الآن إلى افتتاحية صحيفة الخليج التي تطرقت إلى الشأن اليمني، والسؤال الذي لا يزال يدور في ذهن المواطن اليمني هو ما إذا كان مؤتمر الحوار الوطني سيكون عاملا من عوامل فك شفرة الأزمات السياسية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات طويلة ويعيد الاستقرار إليها، أم يعيد الأمور إلى نقطة الصفر؟ أشاع الهجوم الذي تعرضت له وزارة الدفاع اليمنية في قلب العاصمة صنعاء صباح الخميس الماضي مخاوف من أن تكون هذه الخطوة مقدمة لنسف اتفاق نقل السلطة الذي جاء عبر المبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها عام 2011 وخرج به الرئيس السابق علي عبد الله الصالح من السلطة بعد البقاء فيها لفترة دامت 33 عاما. رسمت هذه التطورات حقيقة التعقيدات التي يواجهها اليمن في الوقت الحاضر في ظل استمرار مراحل
مراكز القوى التقليدية في ممارسة دورها ونفوذها لإبطاء التغيير الذي جاء على وقع الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد ضمن موجة الربيع العربي، وهي الاحتجاجات التي غيبت بعضا من رموز المشهد السابق وأظهرت قوى جديدة تريد أن تسجل حضورها في ظل ممانعة من قوى النظام السابق التي أبقت على حضورها من خلال المشاركة مناصفة في حكومة الوفاق الوطني. الواقع يؤكد أن اليمن لا يواجه وحده تحديات التغيير والإرهاب المتنوع، بل أيضا يدفع فاتورة هذه المواجهات من إمكانياته الضعيفة أصلا، والخوف أن يجد اليمن نفسه وحيدا يخوض معركة فاصلة من هذا النوع من الحرب في ظل ابتعاد بعض الأطراف عن دعمه لعدم انزلاق الأوضاع إلى ما هو أسوأ. من هنا يبدو أن معركة القضاء على الإرهاب تتطلب تضافرا إقليميا ودوليا من أجل مساعدة اليمن في معركته الحالية ضد من يرغبون في إعادة الأمور إلى ما قبل الثورة، حتى لا يتعرض ما تم تحقيقه حتى الآن إلى انتكاسة كبيرة ستكون لها تأثيرات على الأوضاع كافة في اليمن والمنطقة. مشاهدينا، قبل أن أتابع دعوني أذهب مرة أخرى إلى ضيفي هنا بالاستوديو الكاتب الصحفي دريد البيك. أهلا بك مجددا أستاذ دريد معنا. في المقالات التي وردت قبل قليل تحدثت عن إيران وعن مشروعها طبعا وعن الاستراتيجية التي سوف تتبعها خلال 6 أشهر المعطاة لها، أيضا تناولنا الشأن اللبناني. قبل أن أذهب بك إلى الشأن اللبناني أريد أن أسألك عن موضوع إيران، ماذا سوف ننتظر بعد انقضاء 6 أشهر؟ يعني أعتقد أن زميلي الأستاذ غازي دحمان في جريدة الأيام وقع في مطب التفسير الإيراني للدور الأمريكي المرتقب بعد توقيع الاتفاق بين أمريكا بين الغرب وبين إيران. أمريكا لن تترك المنطقة، أمريكا ما دام هنالك إسرائيل فلا يمكنها أن تترك المنطقة، حتى وإن كان أوباما بذهنه هذا الأمر تحت دافع وطأة الدافع الاقتصادي وتوفير الموارد الأمريكية من أجل الشعب الأمريكي، إلا أن أي رئيس قادم لأمريكا لن يستطيع أن ينسى بأن مصالح أمريكا هي في دعم إسرائيل وفي دعم وجودها. وبالواقع أنه لو كما يحلم الإيرانيون أن الأمريكان سيتركون لهم الساحة ليعربدوا بها كيف يشاءون في هذه المنطقة، فلن تكون أيضا إسرائيل في مأمن، ليس بسبب الخطر الإيراني ولكن بسبب أن هنالك أخطار كثيرة تحيق بها من الشعوب التي تتحرر أو تحررت في هذه المنطقة بما فيها الشعب السوري الذي سيتحرر. لذلك أعتقد أن وجود أمريكا ووجود أيضا يعني قدرة أمريكية على تطوير هذه المنطقة والاستثمار فيها هو ضمان أكيد لمصلحة إسرائيل، وبالتالي أنا لا أرى أن أمريكا ستنسحب من المنطقة وتعطي الدور لإيران. هذا يعني هذا نقطة آخر في آخر السطر. لكن الواقع أنه إيران يعني تحلم وتريد أن تكون هي من يعربد في هذه المنطقة، وهذا بعيد عليها، لأنها وإن امتلكت القوة العسكرية إلا أن القوة العسكرية ما عادت لتلعب شيئا في هذه المنطقة وفي حروب العالم. بالواقع مع وجود شعب قادر أو بالأحرى راغب في أن يموت من أجل تحقيق مبادئه. يعني ماذا فعلت القوة العسكرية لنظام الأسد، وهل استطاعت أن تخمد الثورة؟ لم يتأتى لها أي دعم ذي وزن من قبل الخارج. طيب. وبالتالي هذا ما سيكون وضع إيران. طيب، ماذا إن نجحت إيران في طمأنة الغرب بعد طبعا هذه انقضاء 6 أشهر وتخطت الاختبار بنجاح، ماذا سوف يحدث للمنطقة العربية؟ يعني الغرب ليسوا أطفالا، ومهما امتلكت إيران من قدرة على الخداع فالغرب قادر بتقنيته التي يمتلكها معرفة أبعاد الخداع الإيراني. أنا أتوقع من إيران أن تستمر بالخداع، وأتوقع بأنه شهر العسل أو 6 أشهر العسل بينها وبين الغرب ينقضي سريعا. لكن لو سقطت هذه الاحتمالية وهذا التوقع فماذا سيحدث؟ أعتقد أن إيران لن يمكنها على الإطلاق أن تكون دولة نووية أمام هذا الإصرار الغربي على عدم امتلاكها. ولكن اليوم إيران تصرف التصرف ملفت، وهو اليوم كان في عنا جولة تفتيشية على أراك.
هذا وبالتالي فإنها فتحت مخدعها أمام التفتيش الغربي وأمام ما كان يعتبر قبل أسبوع فقط تدنيسا للشرف الإيراني. نعم الغرب دنس الشرف الإيراني في أراك، هذا ما كان يعتبره الإيرانيون، واليوم الآن على عدسة التلفزيون نستطيع أن نشاهد كيف يزور الغربيون ومتى شاءوا أي مفاعل وأي مركز يمكن أن يستشموا منه قد على أنه جزء من البرنامج النووي الإيراني. يعني البرنامج النووي الإيراني الآن أمام عدسات التلفزيون وأمام وتحت أقدام المفتشين الغربيين، وهذا ما يجب أن يدركه الإيرانيون جيدا. طيب أيضا اليوم أيضا في بعض الوسائل الإعلامية تكلمت أو تحدثت عن تصريح أوباما بأنه حتى لو يعني هناك اتفاق مع إيران لكن لن يمنع هذا الاتفاق من مواجهة النشاطات الإيرانية التي تقوم فيها، خاصة في موضوع دعم الإرهاب وتهديد المنطقة والكيان الإسرائيلي. كيف تصرح يعني كيف تقرأ عفوا هذا التصريح لأوباما؟ يعني هذا التصريح الحقيقة هو جزء من عملية الشد. يعني أوباما، في هنالك من يقول بأنه أسقط عصفورين بحجر واحد، وأعتقد أن ذلك إلى حد ما صحيح. وإن كنت ما زلت على تقييمي لشخصية أوباما بأنه شخصية رئيس ضعيف، لن يلبث الأمريكيون من أن يغيروها ويستبدلوها بشخصية أقوى. نعم إن أوباما وبعبسة واحدة وبقرار واحد بوضع قواته في المتوسط للتأهب استطاع أن يحصل على السلاح الكيماوي السوري، واستطاع أن يحصل على البرنامج النووي الإيراني. سنرى في قادم الأيام كيف سيتصرف أوباما وكيف سيتصرف خلف أوباما بهذه الأنشطة مجتمعة وبهذه طيب. البرامج مجتمعة. طيب آخر سؤال لو سمحت لي طبعا في هذه الحلقة بدي تعليق منك على الوضع السياسي في لبنان. هل سوف أو هل ترى أنت كمحلل يعني انفراجا للأزمة السياسية والحكومية؟ يعني إذا كان انفراج الأزمة هو في اختيار رئيس آخر للبنان في يعني يلي الرئيس الحالي، فهذا الانفراج لن يأتي، لأنه إذا كان هنالك مجلس نيابي معطل قد مدد لنفسه 18 شهر في بداية الأزمة، وبالتالي ما داعي أن نبحث عن رئيس جديد إذا كان مجلس نيابي هو مستمر في عمله بنفس الشخوص السابقة وبدون أخذ العين الاعتبار التغيرات السياسية التي حصلت على التحالفات الموجودة على الأرض. وبالتالي بالواقع أنه لن يوجد هنالك رئيس لبناني جديد، وسيتم الاستمرار بنفس اللعبة. الوضع سيبقى معقدا يعني إلى أن تنجلي غبار الثورة في سوريا وعلى نظام جديد، وبالتالي هنا يعني أعتقد أنه هنا مربط الفرس إن شاء الله. أستاذ دوريت البيك شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا بصحافة اليوم. مشاهدينا الآن نتابع ما تبقى لنا من الصحف ونذهب إلى صحيفة الجارديان البريطانية التي ذكرت أن جنوب أفريقيا لن تشهد حدثا تاريخيا مماثلا مثل وفاة الزعيم والمناضل الأفريقي نيلسون مانديلا، مشيرة إلى أن مراسم تأبين الزعيم الراحل ستستمر لـ12 يوما من يوم إعلان وفاته. وبحسب الصحيفة فإن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزوجته بالإضافة إلى الأمير تشارلز وديفيد كاميرون يحضرون مراسم القداس الذي سيقام على ملعب جوهانسبرغ الثلاثاء القادم لتأبين الزعيم الراحل، بالإضافة إلى 3 رؤساء أمريكيين سابقين هم جورج دبليو بوش وبيل كلينتون وجيمي كارتر. وسيحضر تلك المراسم أيضا بعض المواطنين إضافة إلى عدد من رؤساء الدول والحكومات الذين يزورون جنوب أفريقيا للمشاركة في مراسم التأبين. وقالت حكومة جنوب أفريقيا أنها ستمنح الفرصة للمواطنين الراغبين في تحية الزعيم الراحل عندما يجوب جثمانه شوارع العاصمة بريتوريا يوم دفنه.
أخيرا وبعيدا عن السياسة، وبعد منافسة دامت لأشهر عدة، فازت فرقة سيما السورية المتخصصة بالرقص التعبيري ببرنامج المواهب العربية Arab Got Talent والذي تعرضه محطة MBC. قدمت فرقة سيما السورية استعراضا مستوحى من الواقع العربي عموما حول الصراع على الكراسي وشهوة السلطة التي تصل إلى حد الاحتراب والقتل. وفي الاستعراض الأخير تمكنت الفرقة من لم شمل أعضائها الذين شرذمتهم الحرب الدائرة في سوريا والتي خاضت التصفيات بستة فقط من أعضائها وتزايد أعدادهم في المرحلة النصف النهائية ليكتمل أخيرا في المرحلة النهائية. طبعا مبروك لفرقة سيما، والآن نذهب إلى رسوم الكاريكاتير. جولة الصحافة انتهت، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.